المطلب تاعي هو الفساد. الفساد هذا مش يدينا ويحيى وسلال وطحكوت وحداد، خلاص الفساد مازال في 48 ولاية، العصابة راهي في 48 ولاية، من العسل تاع البلدية إلى شاف دائرة إلى المير الوالي، هذو لازم يتحاسبوا كاع. العصابة هذه راهي في 48 ولاية، مش يدينا ويحيى وخلاص تما. أنا ما يهمنيش موسى ولا الحاج موسى، أنا حاجة لا بليز امبورتون تكون عندي عدالة حرة مستقلة، إن جوستيس انديبوندونت، وتكون عندي إعلام حر نظيف لما فيه السب والشتم والقذف. المطالب تاعنا ملي خرجنا 22 فيفري مازال هي المطلب تاع الشعب الواحد، راه يقول باللي 7 و8 وراحين للبيئات، حنا راحين للبيئات هذو مازال ما شناهمش باللي رحلوا، لا راهم يخدموا بهم ديك حاجه واخده اخرى. الحاجه الاخرى الشعب لازم هو السلطه ولا يحوسوا يديروا انتخابات ينحوا لنا المزورين اللي كانوا في النظام تاع بوتفليقه، النظام تاع بوتفليقه فاسد ما نسحقوش، هذو اللي راهم فاسدين اللي راهم في الحبس، ولازم تكون العدالة حرة مستقلة، وثاني الصحابة لازم ثاني الصحابة تكون حرة.